سلمى؟ سلمى مراتك؟ طلقتي. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. ايه اللي جابك هنا؟ سما كويسة؟ لا سما كويسة. عايزاك. ممكن ولا مش فاضي؟ لا فاضي، اتفضلي. يلا. عن اذنك. اتفضل. ماهي انت فين؟ طب ممكن تيجي وتخلصي بسرعة؟ يلا باي باي. اركب اركب. نعم. نعم ايه؟ هو انا قطعت حوار مهم قوي للدرجه دي؟ يا دي حد في الكلام والتلميحات. نعم. انت ما كنتيش بتغيري كده وقت الجواز على فكره؟ اغير؟ اغير من مين وعلى مين؟ بمناسبه ايه؟ انا لقيتك اتعصبت بس اني ظهرت وقطعتك. انا متعصب من دخلة المباحث اللي انت دخلتيها. نعم. ما علينا، انا كنت فكرت كويس قوي في كلامك ومقدره انك بتحاول تتغير للاحسن. ماشي، بس مش هينفع البنت انها طول الوقت بتحاول تختار بين باباها ومامتها بالشكل ده. يا فندم، وهو مين اللي حط البنت في الموقف ده؟ مين اللي حط شروط بين البنت وابوها؟ مين اللي خلاها تحس ان ابوها زي الانتيبيوتيك ليه جرعه ما ينفعش يزيد عنها؟ انا؟ مش مهم مين عمل ايه، المهم هنعمل ايه بعد كده. كل الكلام ده كان ممكن يتقال في التليفون عادي على فكره، او يتقال في اي مكان، ما كانش محتاج الكبسه اللي انت كبستيها دي. ياه. ده الموضوع مضايقك قوي باين. عموما انا مش هطول عليك، انت ممكن تروح تلحق صاحبتك. صاحبتي؟ فدوى زميلتي مش صاحبتي. فدوى؟ اه فدوى. اسمها بلدي قوي على فكرة. ومخطوبة على فكرة. مين؟ فدوى؟ هاي. وأنا مالي؟ صحيح، وأنت مالك فعلا. احنا مالنا كلنا أصلا؟ الفصلان ده طويل قوي على فكرة.